أهلا بكم أصدقائي الأعزاء، معنا مزيكا جميل من نماذج تحدي الأعاقة. صديقتنا الجميلة أحد ضحايا شلل الأطفال. صديقتنا الجميلة لما تخرج خارج منزلها بتتعرض لمشاكل كتير. أول هذه المشاكل وجود سلالم كتير بيقع عن الحركة بشكل طبيعي. للأسف في أماكن كتير غير مجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة. أصدقائنا من ذوي الإرادة بيتعبوا كتير لتخطي هذه السلالم والحواجز، لكنهم بقوة إرادتهم وعزيمتهم بيحاولوا إن هما يتخطوا هذه الإعاقات ويواجهوا هذه الصعوبات. على ساق واحدة وعكازين بتعيش صديقتنا الجميلة، رغم آلامها ومعاناتها بسبب إصابتها شلل الأطفال، بتتحدى كل صعب، بتتحدى الإعاقة بكل شجاعة بثقة بالنفس. صديقتنا نموذج جميل، كل متحدي الإعاقة بقوة إرادتها وعزيمتها بتواجه الإعاقات والصعوبات بإرادة قوية وعزيمة وإصرار. رغم الإعاقة صديقتنا الجميلة مصممة إن هي تستمتع بالحياة، تخرج للمجتمع بإرادة قوية وتتخطى كل الإعاقات وتواجه كل الصعوبات بإرادة قوية.